قرارات الرئيس محمد مرسي وايد الاعلان الدستوري اللي الناس بتعترض عليه من غير حتى ما تفهم المواد بتنص على ايه. انا جاي عشان ايد القرارات دي. ده مجرد مهاترات، كلام بيتنقلوه من الاعلام وخلاص. الناس مش عارفه حتى المسوده بتتضمن ايه، واحنا جايين واحد بيعارضنا في الميكروباص وبيتكلم التاسيه كلها اخوان التاسيه. قلت له قول لي الاسامي من الاخوان اللي موجوده، مش عارفهم. طب قول لي الماده اللي انت معترض عليها، مش عارفهم. يعني الناس بتنقل معارضه كده وخلاص من الاعلام وهم مش عارفين هم بيعترضوا على ايه اساسا. يعني مش عارفه معترض عليه. اولا الدستور بيتضمن حقوق المراه، ده حتى حقوق الشهداء موجوده في الدستور. في مواد جديده اقرها الدستور ما كانتش موجوده في ولا دستور من دساتير العالم. يعني نرجع نظام الوقف من تاني، ده ما كانش موجود في الدستور، وده بيقوم عليه مصالح اقتصاديه كتير جدا في البلد. اقول له يفضل على طريقه وما التفتش ابدا للاعلام بتاعنا ده، لانه اعلام كل نفاق وكذب وتدليس. الرئيس محمد مرسي من اول ما مسك بيدعو للتفاوق والتحاور، ودعا كل اللي مسمين نفسهم قوى سياسيه وما لا يفقهوا شيء عن السياسه اصلا ولا الديمقراطيه، دعاهم للحوار، لكن هم مش عايزين كده. بص حضرتك على الفرق بين حمدين صباحي ودكتور محمد سليم العوا، شوف الفرق بين الاثنين. دكتور سليم العوا شغال في التاسيسيه بدون مقابل وشغال عشان يعد دستور للبلد العظيمه دي، وحمدين صباحي بيقول للناس انزلوا التحرير اسكتوا، رئيس المنتخب من الشعب. الرئيس ده جه باراده الشعب، المصريين هم اللي اختاروا. حضرتك شايف العدد الموجود هنا قد ايه؟ الناس دي اللي اختارت محمد مرسي. عد اللي في التحرير وشوف الناس اللي هنا قد ايه. ده في لا مسؤوليه وفي يعني انا مش فاهمه ازاي بيقولوا اسقاط النظام. احنا نزلنا صرنا على نظام حسني مبارك اللي بيخرب في البلد 30 سنه، فساد 30 سنه مش قادرين يصبروا 6 شهور على الدكتور محمد مرسي.